كنت هسألك لحظة بس، هي تكرر طبعا كل يوم، بس هل فيكوا حد قابل نموذج ان الصديقة يعني خانت برضو في الاخر اسمها خيانة طبعا صديقتها، وبقى الموضوع رد الفعل ان ثلاثة كده سابت نفسها ضعفت كمان، هي بعدت وسافرت قابلته ده في الحياة؟ قال ايه قابلته؟ انا من مشاهداتي في الحياة لا قابلت القصة دي بالظبط بتفاصيلها، عشان كده بقول لك بتتكرر كتير قوي. دي عايزة ناس قلبها من دهب، بتبقى خبطة وحشة قوي، لان هنا الخسارة بتبقى مجوز الحقيقة طبعا، يعني هي خسرت صاحبتها، صاحبة العمر وجوزها في نفس واحد. كان في اغنية الصدمة والكسرة بتبقى وحشة، حبيبي وصاحبتي صح؟ في اغنيه اسمها كده حبيبي وصاحبتي، الاغاني والموضوعات اتكلمت عن الموضوع ده. هو فعلا الاستاذه روبي برضه عملت اغنيه قلبي بلاستيك على الموضوع. استاذه روبي يعني مش بس صاحبتي، ده عارف شله حبيبه صديقي الرغب علامه كمان. بص، هو ربنا ما يكتبها على حد، يعني هي عامه الخيانه بشكل عام تجربه سيئه جدا جدا، وربنا ما يكتبها على حد، لكن الخيانه الدوبل دي هي صعبه. بس خلي بالك الفيلم ده بيعلمنا حاجه ونفسنا نفتحها في البرنامج. فكره انه صاحبتي يا حبيبتي جوزها مات والنبي انزل يا حبيبي وصلها نص الليل، صاحبتي جايه بس لوحدها مش معقول تطلع، طب خلينا بقى نستضيفها يومين في البيت، فرط البيت وخلط هي صاحبتها صاحبه عمرها، ولا يمكن يخطر ببالك ان صاحبتك هتبص لجوزك، بس هو ضعف لان هي ست وحدانيه وضعيفه وحزينه وكانت بتحب جوزها، حاطه النار جنب الكبريت، كل دي حاجات الزيت جنب البوتاجاز، يعني ما دونت ات دازنت ميكس. صديقه زوجي، صديقه ايه يعني، صديقه زوجتي او يعني زميله زوجي، او وفي فيلم ليها كمان سكرتيره جوزي باين او زوجي، اللي هي واحمد رمزي واميره. حقيقه يعني الموضوعات دي بجد لازم نفتحها، الا لو كان جوزها هيعمل زي رغب علامه ويقول لها اسف حبيبتي الوقت فات، حبيبه صديقي، لانك حبيبه صديقي. هنا بقى هنا العكس، هو مش هنا صديقه، بس ليه مرات صاحبه. ايوه، عايزه اقول لك ان الاغنيه دي متاخده من اغنيه فرنساوي اصلا، تشيلا فام دي مونامي، هو ترجمها وعملها نفسه. وعايزه اقول لك دي حاجه في العالم كله، عشان كده بتبص تلاقي في بعض الناس، وانا منهم، انا مش من انصار الاختلاط الزياده، بس عشان كده انا بقول لك نتكلم في المداخل دي، في حدود. انا ما يحلليش استضيف صاحبتي الا لما يبقى جوزي قاعد في البيت، ما يكونش جوزي مسافر او في الشغل، تيجي تقعد معايا ساعه مهما كان. انا ليا اصدقاء مقربين جدا وبثق فيهم جدا، هو ليه حريه وهي ليها حريه، كل حاجه مفتوحه قدامك، وهو ممكن هي داخله متزوقه واخده بالها، وانت يا ستي قاعده بتقطعي البصل في المطبخ ومش واخده بالك، ومش لاحقه تخلصي مذاكره الولاد ولا تهتمي بنفسك، ما تتدخليش فعلا. واحنا بشر واحنا بشر، والقلوب مش بتاعتنا وبتروح مشاوير مع نفسها. وخلي بالك تكون مش عايزه النعمه تزول منك ولا حاجه، مش بتحسدك. لكن فاكره زمان يا منى ايام الابيض واسود، الافلام دي تحديدا كان في بعض المشاهد بتاكد قوي على النقطه دي، بقى قاعده مع صاحبتها في البيت مثلا بيشربوا الشاي، فيدخل جوزها يتنحنح وايه ويدخل على اوضه، طب انا اسيبك بقى عشان تشوفي جوزك، وتقوم واخده بعضها وماشيه. دي الاصول بتقول كده، هنا بقى بتتنح. بصوا يعني هو انا يعني اسمحوا لي اصلا، يعني من الموضوع من اوله كده من بابه، هو البعد عن الناس اصلا غنيمه اصلا اساسا، فانا اكتر من الدايره الصغيره دي اللي انا مضطره عيالي هوديهم فين، هتبرى منهم مثلا، اكتر من الدايره الصغيره بتاعت اهل بيتك والصحاب اللي انت خلاص بقى مجربه، بتخرجي مع اصحابك وبتسافري وكل حاجه. انا بقى لو يعني كام ست في وسط راجل، اما اكون بقى في الجامعه والمدرسه ويلا يا اصحاب وكده هنخرج ماشي صغننيه. شفتي الكتف ده؟ مش عارفه مالها بيا، استري عليا من دول. لا والله العظيم دي محبه وعاد ربنا. اما اكون في سن قطع البهجه والانطلاق، لكن بقى خلاص ببقى في استقرار وحياه وبيت وشغل، هي ده دايره صغيره فيها اصحاب، بس لو ما خلاص احنا استقرينا ووثقنا وجربنا والزمن ادانا على وشنا اقلام ولقيناهم فعلا صامدين وشكرا على كده، كتر ما هي واثقه انها جميله وانه مش هيبص لحد، وثقه عمياء بقى سايباه الدنيا، ده بيبص للناس اقل بكتير في التليفون ومش هنا لا فوقي، يعني في مداخل كده عايزين نتكلم فيها ان شاء الله في فقره كده. يا استاذ محمد هنتكلم في ايه ولا في احنا تعبنا الحقيقه، تعبنا كستات من الرجاله وعمايل الرجاله. طيب